أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. الحكومة السورية المؤقتة تحتفل بالذكرى السنوية 13 لانطلاق الثورة السورية في مبنى الحكومة بمدينة الراعي شمال حلب. وصول المبعوث الأممي لسوريا جير بيدرسون إلى دمشق أمس السبت لإجراء محادثات حول عقد الجولة التاسعة من اللجنة الدستورية بحسب صحيفة الوطن الموالية. غارات إسرائيلية استهدفت منتصف الليل مستودعات ذخيرة لميليشيا حزب الله اللبناني في محيط بلدات يبرود والناصرية في القلمون الغربي بريف دمشق وفق وكالة سانا التابعة لسلطة الأسد. أهالي مدينة سفيرة في بيان لهم يطالبون وزارة الدفاع والجيش الوطني بمحاسبة عناصر يتبعون لفصيل أحرار الشرقية قتلوا شابين من أهالي المدينة في ترحين، كما طالبوا بخروج كافة التشكيلات العسكرية للفصيل بشكل كامل من المنطقة. الشبكة السورية لحقوق الإنسان تدين اعتداء هيئة تحرير الشام على الإعلاميين في إدلب وتطالب بفتح تحقيقات ومحاسبة المتورطين وتعويض الضحايا ماديا ومعنويا. مقتل 12 مدنيا وإصابة 8 آخرين من جامعي الكماء نتيجة انفجار لغم في بادية رجم العجوز جنوبي محافظة الرقة.